أهلا وسهلا بكم، صباح الخير عليكم. بداية في صباح الشروق وأول فقراتنا الاستضافة أو فقرة الاستضافة دايما نحن بنشوف فقرة الاستضافة للأشياء اللي ممكن تلامس المجتمع، تكون مهمة في حياتنا. نحن خصصنا فقرتنا اليوم أو خصصوها هم بعض من المجموعة أو الشباب ناشطين جدا في المجتمع، بيوصلوا لنا رسائل قوية جدا. نحن مفروض نعمل شراكات ذكية إذا كان إحنا كدولة أو إحنا كأفراد عشان ما نطلع لبر الأمان بسودان الحبيب وبكل الاحتياجات الخاصة اللي بنحتاجها نحن كبشر. لكن خلينا نشوف واحدة من المجموعات دي، هي مجموعة بيست فريند، هي شباب قاموا مجموعة أطلقوا عليها مجموعة بيست فريند وعملوا أعمال كبيرة جدا. استلموا ملف مهم، واحد من الملفات الممكن تكون تخص المجتمع والدولة ككل، هي أصحاب واحدة من الإعاقات المختلفة، لكن إحنا بنقول داون إعاقة ليس طاقة. خلينا نشوف أطفال الداون واهتمامهم بهم وطريقتهم. أنا سعيدة إنه يكون ضيفي اليوم الأستاذ الضليع المحامي والناشط الحقوقي. أهلا وسهلا بك أستاذ مجاهد عثمان، وصباح الخير عليك عبر صباح الشروق. صباح النور وصباح الخير على كل متابعي قناتكم قناة الشروق. سعيد إنه أكون معكم الليلة في الصباح بتاعكم، وبتمنى إنه نحن مع بعض كده نقدر نعكس وجهة نظرنا فيما يخص ملف داون، ونتمنى انه اللي بيشاهدونا الان يقدروا يفهمونا ويكون وصلنا رسالتنا بالصوره المطلوبه. يعني ان شاء الله استاذ مجاهد، انتم اهتمامكم بشريحه اطفال الداون اهتمام كبير جدا، وعملتوا من خلال الاشياء اللي عملتوها من 6 سنين كانت حاجات ما سهله، احنا هنتكلم عنها، لكن خلينا نشوف الورشه اللي انتم بتنظموها حاليا، هي تحويل او ورشه متكاملة جدا عشان ما يكون فيها دمج لأطفال داون للمجتمع. الورشة 200 وحتتكلم لنا عن شنو اللي عايزين تضيفوه لأطفال الداون. طيب يمكن يكون جروب بيست فريند يتميز من باقي الجروبات الخيرية الثانية في أنه خصص مساحة للأطفال أصحاب متلازمة داون، وكان شعارنا فيها داون طاقة لا إعاقة. خلال فترة سابقة حصلت يمكن احتفاليات وكمية من البرامج المصاحبة للاحتفال الختامي لداون، لكن المره دي ما يميز الاحتفال بتاع السنه دي انه احنا عايزين نعمل ورشه علميه. نعم. نناقش فيها المسببات والاسباب والحلول، والهدف الاساسي منها هي كيفيه دمج اطفال داون في المجتمع واعتبارهم شريحه منتجه يمكن، والوقوف على تحديات ومشاكل اصحاب متلازمه داون باعتبار انه احنا في السودان يمكن في اهمال كبير جدا لشريحة أطفال داون. نعم. أطفال داون عندهم تحديات كثيرة بتواجههم، من ضمنها كيفية تعليمهم وكيفية استيعابهم إذا كان في المهن العادية أو في ديوان الخدمة المدنية. نعم. باعتبار أنه هم أصحاب طاقة برضو وممكن نستفيد منها. فده الهدف الأساسي من الورشة، هي المسألة بتاعت الدمج والتعليم باعتبار أنه يمكن المراكز المتخصصة في تعليمهم في السودان محدودة، وكلها كانت عبارة عن مراكز خاصة. من خلال تواصلنا معه قدرنا نصل للصعوبات اللي هم برضو في مراكزهم بتواجههم. واحدة من الحاجات اللي انت ذكرتها انه انتوا عندكم هدف عايزين توصلوه من خلال الورشة. نعم. من الناس المستهدفين في الورشة دي عشان ما يكونوا اضافة لكم، او انتوا تقدروا توصلوا لهم وجهة نظركم ويكونوا ايضا اضافة لبيست ويقدروا يستفيدوا منهم اطفال الداون. الورشة نحن نظرنا لها من منظورها العلمي. طيب. عايزين نحن مجموعة من المختصين يجي يقدموا لنا اوراق، الاوراق دي نحن نصل فيها لنتائج، انا خدتها في شكل كوديب تتقدم للجهات المعنيه المفترض انها تخدم اطفال داون، ونحن زادنا بمقدرتنا البسيطه وبمساهمتنا بنقدر نحقق فيها جزء من الاهداف الموجوده. فبالتالي المستهدفين بصوره مباشره نحن يمكن في اطار تجهيزنا للورشه دي تواصلنا مع ناس جامعه الخرطوم على اساس انه يكونوا مشاركين معنا. نعم. يقدموا لنا ورقه علميه، وهم استجابوا لطلبنا، ان شاء الله حيكون عندهم ورقه حتقدمها للبروفيسور رغية. كذلك ناس جامعه الرباط وجامعه الاحفاد باعتبارها جامعه رائده في المجال ده. نعم. هم عندهم مركز متخصص لاطفال داون. نعم. فبالتالي هم برضو حيكونوا اصحاب شراكه معنا. ناس وزاره التنميه الاجتماعيه برضو وفروا لنا القاعه، حتكون الورشه عندهم ان شاء الله، هم مستضيفيننا. نعم. يوم 4 ان شاء الله 4 اكتوبر. كذلك في تواصلنا في انه نجمع اصحاب الاختصاص، تواصلنا مع ناس اليونيسيف وكنت معاهم في اجتماع ولمس، وكذلك ناس منظمه الصحه العالميه. كل الناس دي ابدت بالترحاب في انها تكون حضور. رحبوا جدا بالفكره وحيشاركوا معنا باوراق وبكلمات، ومجلس المجلس الاعلى للاصحاب للاشخاص ذوي الاعاقه برضه حيكونوا موجودين معنا.
جميل. الجروب ذاته عنده ورقة، عندنا إحصائية نحن عملناها عن التحديات اللي بتواجههم وكيفية التعامل مع الأطفال، برضو حنشارك نحن كمجموعة بورقة هي شكل استبيان كان للبرامج اللي اتقامت في 6 سنوات اللي فاتت، عملناها شكل دراسة. ناس مركز الفاروق برضو حيكونوا مشاركين معنا في الورشة دي إن شاء الله. نعم. مجموعة من المختصين، يمكن برضو الأستاذ مصطفى أبو العزايم حيكون متواجد معنا، وجهنا الدعوة برضو للأستاذة سارة أبو، هي ناشط في مجال الطفولة الآن هي في الغاهرة. أنا ما أعرف إذا حضرت قبل يوم 4، هي مؤكدة لنا مشاركتها. ودكتورة أسماء سراج الدين نائب مدير جامعة الخرطوم برضو إن شاء الله حتكون مشاركة. الحضور علمي بحت، وزي ما أنت ذكرت إنه أنتوا عشان تستفيدوا بصورة مباشرة منه، على أساس إنه نحن نصل لنتائج علمية تتخطى تتكتب تكون دراسة الناس تستفيد ممكن منها. تترفع للأعلى، ممكن أنتوا حاسين من خلال خطتكم إنه ممكن النتائج دي تترفع وتلقى القبول من الجهات المختصة. بالضبط كده، في خلال شغلنا دارين نصل لإنه واحدة من الجامعات تتبنى الموضوع ده، لأنه هي حتكون في شكل بحوث أو أمانة علمية تتقدم على أساس أنه تشمل دراسة للحالة في السودان بصورة عامة، ومعها الحلول والموجهات اللي بنصلها من خلال الأوراق اللي حتتقدم خلال الورشة القادمة. جميل. أستاذ مجاهد، بما أنه ده اختصاصكم، أنتوا خصصتوا كل المجموعة لأطفال الداون. أطفال الداون في الفترة الأخيرة أصبحوا، أنت شايف من خلال السنين اللي أنتوا اشتغلتوا عليها، في دمج في المجتمع، في تقبل من المجتمع، حتى الأسر ذات نفسهم قادرين أنه يخلوا أولادهم يلعبوا كأطفال سويين، يمشوا مدارس كده، ولا في معيقات لسه بتعيق الحاجة؟ المجتمع السوداني بصورة عامة كان عنده درجة من اللامبالاة في التعامل مع الأشخاص أصحاب الإعاقات بصورة عامة، من ضمنها أشخاص داون. عندنا إشكال في أنه نحن نتقبل الشخص ذاته صاحب الإعاقة، ودي طبعا مشكلة يعني. نعم. فواحدة من أهدافنا أنه نزيل هذه العقبة في أنه الناس تتعامل مع الطفل ده أو مع الشخص ذو الإعاقة باعتباره إنسان طبيعي، وإنسان هو ذاته منتج وله حقوق وله مستحقات، باعتباره يعني هو ممكن تستفيد منه، ممكن هو يفيد المجتمع ويقدم للمجتمع. تصحيح المفاهيم دي برضو واحدة كانت من الأشياء القرض منا نحن في ورشتنا دي، برضو حنتكلم عنها، اللي هي الوصمات الاجتماعية، التنمر اللي بيحصل لهم دم قولي وده طفل كده، فدي كلها نحن عايزين ننتهي منها من خلال تقديمنا للاحتفالية المتواصلة اللي كانت مستمرة وما زالت مستمرة. فدي كلها الهدف منا انه نحن غير عملية الدمج والإنتاج، التعامل الطبيعي. يعني احنا في دراستنا التحليلية اللي عملناها دي لقينا انه في بعض الأسر بتعنف أطفال أصحاب متلازمة داون باعتباره هو طفل نشاطه زايد احيانا. ايوه. فبيتعاملوا معه بعنف، بيضربوه كده، وفي لقينا بعض يعني نسبه بسيطه، هي يعني ممكن تكون 1% ل 2% بيخجلوا منهم، بيستعروا منهم، حتى ما بيتعاملوا. كيف مع الاسر في المشاكل زي كده؟ حاولتوا تعملوا لهم ورشه تقابلوا؟ عملنا لهم يعني، كان هي الحاجه احتفائيه في المقام الاول. كنا بنعمل لهم يوم ترفيهي ويوم صحي الفحص الروتيني، فاطفال داون عندهم برضه امراض اخرى ملازمه لهم، هم بطبيعتهم ما بيشكوا، عندهم اشكاليات بتاعت كبد، عندهم اشكاليات بتاعت كلى، عندهم اشكاليات بتاعت نظر، عندهم اشكاليات بتاعت اسنان. هم بطبيعتهم ما بيشكوا، ما زي الشخص الطبيعي، ما شكايين يعني. وفي منهم حتى عندهم اشكاليات في المعده يعني، فكان بنعمل لهم يوم صحي عباره عن فحص روتيني وكده. يا سلام. بعد ده على ضوء بنوجه الاسر، يا اخي الطفل اللي عنده كده المفروض تمشي له اخصائي كده وكده. هسه برضه عندنا يوم صحي حيكون خلال الايام الجايه بعد الورشه، قبل اليوم الاحتفالي اللي حيكون يوم 22. وعندنا اليوم يوم ترفيهي برضه، حنمشي ونلعب معاهم كلنا كده مع بعض، على اساس انه نحسسهم انه هم جزء مننا. عالميا الان العالم كله توجه لانه يتم دمج الاطفال دي. يعني انا بتذكر انه في مول في الامارات بيديروه اطفال داو. صحيح صحيح. كاملا. صحيح. في قبل فتره برضه السباحه جات الاولى عالميا في منشط بتاع السباحه، هي داون برضه واحده من الحاجات الموجوده عند الناس داون، الطاقات اللي انت ذكرتها اللي احنا لو حولناها. أيوة. لطاقات ايجابيه. نعم. واحده منهم انت برضه ذكرتها اللي هي السباحه، هم ماهرين في نشاطات ثانيه جدا. أيوة. انتوا حاولتوا برضه من خلال الاحتفاليه دي تكتشفوا كل زول مهارات وكل جروب، مثلا تعمل شراكات مع جهات ان تتبنى زول دي مهاراته؟ الحاجه دي احنا لقيناها عند المراكز المتخصصه الان الموجوده الخاصه، لقيناهم بدوا في انه ينموا مهاراتهم وبدوا انه يشاركوا بيهم حتى برا السودان. نعم. فهم شغالين في الحاجه دي، لكن احنا لانه برنامجنا دائما بيكون بسيط، كان في الفتره فاتت اقل من برنامج السنه دي، وبرنامج نوعا ما احتفائي ممكن تقولي عليه. نعم. فصعب علينا نكتشف الحاجات دي لانه وجودهم معانا ذاته ما طويل، لكن المراكز المتخصصه نحن هسه في دراستنا دي وفي توصياتنا دي حنصل لانه لابد من انه تكون في مدارس ترعاهم وترعى مواهبهم وكده. نعم. فدي ذاتها لقدام ممكن تكون، وممكن البلد ذات تستفيد منهم. الاطفال بتاع داون ديل يعني، بس هو قد يكون ما بيتقبل لك الحاجات الكثيره، لكن بتديه شغل معين بيعمله لك. احنا بتذكر في برامجنا دي يعني واحد منهم بنكلفه انه يركب الاطفال، بيركبهم وبجيفه بسكتهم
وبيتعامل معاهم بصوره جميله جدا. انت اركب انت انزل انت خش لجوا وبيقفل الباب بتاع العربيه قبل العربيه تتحرك وحريصين جدا. ايوه انتوا حببتوا في حاجه هم حببوا خليكم ايوه نشاركوا ويشاركونا وكده. فانا بتذكر اول ما كان قبل 12 13 سنه نزلت المحاماه لقيتهم مستوعبين في القضائيه، جزء منهم بيكونوا حجاب للقضاه بيشيل الملف من قدام القاضي بيوصله للموظف بتاع القاضي وحريص جدا، ولا ورقه ما بتروح ولا في زول بيوقفه في الشارع، بيمشي وبيوصله وامين جدا. فعندهم الحاجه دي يعني فوفاؤه لحاجتهم اللي بيعملوها عالي اعلى من الانسان الطبيعي. يعني يبقى محتاجين مننا نحن اكتشاف، بس محتاجين نحن نكتشفها وننميها ونقدر نطورها. هم عندهم المقدره لانه يكتبوا، عندهم المقدره لانه يقروا، عندهم المقدره للحاجات دي كلها، لكن عايزين الطريقه البسيطه اللي بتوصل لهم الحاجه دي. هم غادي يكون ملولين يعني ما يقدر يتحمل لك الحصص الطويله والمحاضرات. لكن احنا شفناهم الان كمان يا استاذ مجاهد هم مميزين في المدارس واحرزوا درجات. نعم احرزوا درجات عاليه جدا. هل المدارس اللي هم احرزوا منها الدرجات دي كانت مدارس خاصه ولا مدارس عامه فيها كل هي معاهد خاصه بهم؟ بكل اسف ما كانت مدارس حكوميه. واحدة من الإشكاليات اللي لقيناها عند الأسر اللي عملنا حولهم الدراسة إنه ما بيقدروا يركزوا يصلوا للمراكز دي، لأن المراكز غالية من الواحد وبعيدة ومتوفرة بعدد محدود، يمكن في داخل ولاية الخرطوم 8 مراكز أو 6 مراكز. شوف العدد ده غارنيه بعدد المدارس العادية للأطفال العاديين كم؟ الستة مدارس أو الثمانية مدارس بتلقيها في حي واحد. صحيح. فدي مشكلة يعني. لما تيجي تشوف المحافظات الثلاثة من عمان وبحري والخرطوم زائد المحليات المختلفة شرق النيل معارف بحري وسط بحري شمال، فبتلقى دي نسبة بسيطة جدا يعني. في بحري كلها ممكن تكون في اثنين، فدي نعم. بسيطة جدا بالنسبة للقطاع كله. فلابد منه تكون متوفرة على الأقل في كل محلية، على الأقل يعني صحيح. في كل محلية تكون في مدرسة تقدر تستوعب النازل معاهد نديهم حقهم يعني علينا يعني ده واجبنا وده حقنا عليهم. بالضبط. استاذ مجاهد بما انه انت بتنظم الورشه والورشه اللي هي زي ما انتم حددتوها حتكون يوم 4 اكتوبر ان شاء الله ان شاء الله، تنظيم الورشه دي من خلاله شنو الرساله اللي انتم عايزين او الاوراق المهمه الحاسين المفروض تطرح في الورشه دي وتناقش بشكل فضفاض وشكل ممكن يكون يعني كل الناس تقدر تعرف الحاجات بدون ما نحن دائما بنخفي الحقائق وما بنقول الحاجات الحقيقيه بنتجمل، لكن شنو أن تتواصلوا من غير تجمل؟ طيب الحاجات اللي ممكن دار نصليها بصورة عامة، ابتداء توفير فرص التعليم ليهم لأطفال داون، واحد توفير فرص للعمل ليهم باعتبارهم هم أشخاص منتجين، توفير الرعاية الصحية لأطفال داون. عندهم إشكاليات صحية كبيرة جدا هي ملازمة للمتلازمة بتاعتهم، فلابد من أنه توفر لهم الرعاية الصحية. في بعض الأسر بتعجز عن أنها هي تقدر تتابع مع اخصائيين وتوفر العلاج اللازم للاطفال ديل، فدي واحده من اهدافنا. يمكن احنا عندنا اللي هي الخمسه محاور، وبعد ذاك الحمايه القانونيه اليوم للاطفال. كيف الحمايه القانونيه دي تحديدا؟ الان احنا في السودان يمكن يكون في حقوق عامه منصوص عليها في الدساتير، ده في الفتره اللي كانت سابقه لكل الاشخاص. في حمايه للاطفال بصوره عامه، لكن ما في قانون خاص بالاشخاص ذوي الاعاقه براون ينظم لهم حياتهم يديهم حقوق. هل قانون الطفل ما بيشمل اصحاب الدعم؟ قانون الطفل بيشمل كل الاطفال بصوره عامه. طيب. لكن لما تيجي تتناول شريحه ليها متلازمه عندها احتياجات الخاصه بها لابد من انه يكون خصص في, في في مخصص لها قانون، حتى ممكن نضمن لهم استيعابهم في الخدمه المدنيه وزي ما حصل لنا في اصحاب اعاقات ثانيه مثلا، تم استيعابهم في الخدمه المدنيه بصوره مباشره. فدي كلها نحن محاور بالنسبه لنا عايزين نصل لها اهداف نحققها للاشخاص اللي بيعانوا من متلازمه داون والاسر بتاعتهم ذاتها، لانه الاسر مرات اللي بيجيها طفل داون بيكون الام والاب ذاتهم محتاجين تهيئه نفسيه، محتاجين شغل نفسي عشان يقدروا يتقبلوا الطفل ده. صحيح. بيكون في اشكاليات بانه هم هل حيتقبلوا الطفل ولا لا؟ احنا لقينا في اسر في دراستنا اللي عملناها ما متقبلاه. ودي حقيقه، وان كانت نسبه بسيطه شكل التقبل بيظهر في العنف في العنف اللي بيتعرض له وفي عدم الاهتمام وفي عدم الدمج ذاته. بتلقى في بيت بيقول لك ادخل جوا، اول ما يجي ضيوفهم بيكونوا حريصين انه يدخل الطفل ده جوا. فكل الحاجات دي نحن عايزين نتلمسها بصورتها المثلى اللي بتقدر توصلها للناس وتقدر تخلي الناس المتابعين لك فعلا يحسوا بالحاجه اللي انت عملتها يعني.
فدي نعم. دي 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 كلها اهداف يعني احنا بنسعى لانه نصل لها ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ مجاهد، مجموعه بيست فريند هي خلت الناس تتعرف عليها من خلال متلازمه التداول وخصصوا لهم يوم ترفيهي. اليوم الترفيهي ده كيف انتم ذاتكم بتنوهوا له؟ هل انتم الاسره دي اصبحت شريكه بالنسبه لكم، بتعرفوها معرفه شخصيه، بتدعوها بصفه رسميه، ولا كيف الدعوه بتتم؟ لانه انا اذا عندي طفل اقدر اجيبه واوصل لكم ويقدر يقضي اليوم بالترفيه اللي انتم الخط بتاعنا الاول كان هو التواصل مع المراكز المتخصصه. بعد ذاك لما اكتشفنا انه المراكز دي هي بتستوعب كميه اقل من 40% من اطفال داون الموجودين في الخرطوم، في بعض الاسر من خلال متابعته لينا في الفيسبوك اصبحوا بيتواصلوا معنا وبيجوا يعني شبه شركاء لينا بالنسبه لينا. وانا بذكر يعني في واحده من الاطفال كانت 4-5 احتفاليات اسرتها كانت بتحضر معنا. السنه دي حنفقدهم اهل واسره الطفل نعناع لانهم هاجروا خلوا السودان. فاصبحوا بالنسبه لنا هم متواجدين في خط تواصل دائم مع الجروب ومع المجموعه من خلال الطرح اللي بنعمله في الجروب. طبعا الجروب فيه كميه كبيره جدا متابعينه. فدي يعني واحده من الحاجات اللي احنا بنعتمد عليها بصوره مباشره، نشراتنا اللي بتتم داخل الجروب الناس بتستجيب لها وبتتم المشاركه بعد المناشير اللي بتنزل باعتبار بنعلن فيها مواعيدنا وبرامجنا اللي بنتم اللي بنقوم بها. يعني ممكن توصل الحاجه دي عبر شراكات مع منظمات المجتمع المدني الاخرى اللي هم ذاتهم بيعملوا في نفس النشاطات لكن في نشاط مختلف. يعني مثلا مجموعه احنا شايفين من الشباب عندهم جروبات مختلفه. صحيح. يمكن انا مش كنت بتكلم مع ناس مركز سيما، مركز ناهي جبر الله، على اساس انه تعمل معنا شراكه. هي بتهتم بقضايا الطفل بصوره عامه. فقلت لها يا اخي احنا عندنا البرامج بتاع داون وكذا وكذا، فبدينا نطرح في المراكز الاخرى المهتمه بقضايا الاطفال على اساس انه المراكز ذاتها تكون معنا شريك. هي قالت لها نحن داون بنتناوله لما يحصل له اعتداء باعتباره طفل حصل له اعتداء. فقلت لها نحن داون بالنسبه لنا اهتمامنا به من قبل يحصل له اعتداء، يعني نحن نفهمه عشان ما يحصل له عشان ما يحصل له اعتداء. نعم. بالضبط كده. وواحده من الاوراق اللي نحن ذاته عايزين نتناولها الان في ورشتنا دي انه عايزين نجيب اذا قدرنا نحصل على احصائيه عن الاشخاص ذوي متلازمه داون حصلت لهم اعتداءات، سواء كان اعتداءات جنسيه او اعتداءات او لفظيه، يعني حتى لفظيه او حتى اعتداءات. هي الورشه كل البرامج كله الهدف انه منع الاعتداء اللفظي والتنمر. يا سلام. كله بصوره عامه. لكن دي احنا تناولنا، تواصلنا مع دكتوره وبكره لواء كان مدير حمايه الاسره والطفل على اساس انه يجي يدينا كلمه يورينا البلاغات اللي كان بتصلوا في الاعتداء على الاطفال اصحاب متلازمه داون. هل بيتم عليها القضاء مثلا؟ اي بالضبط كده، وبيتم فيها التحقيق كيف باعتبار انه الطفل ذاته هو عنده اشكال في انه يوصل لك معلومه انه حصل له اعتداء. صح. وهو ذاته ما بيقدر يميز هل هو الشيء اللي حصل له ده اعتداء ولا شيء طبيعي. فدي ذاتها واحده من القضايا اللي احنا حنتلمسها في ورشتنا وفي برامجنا المتكرره اللي بنتناولها ونتطرغها، لانه يمكن يكون اصحاب الاعاقه بصوره عامه في مرات كثيره بتحصل لهم الاعتداءات وسرهم بتتفاجأ بها بعد ما تحصل فيها نتائج ثانيه. صحيح. فدي كلها اشكاليات لابد من انه الناس تتوقف عليها. ويمكن من برنامجكم ده احنا بنناشد كل المراكز المختصه بقضايا الطفل بصوره عامه وبالاشخاص اصحاب الاعاقات بصوره خاصه انه ينضموا لنا في برامجنا، يكونوا هم جزء مننا باعتبار انه احنا هدفنا توعوي في المقام الاول. صحيح. بيحضروا لنا وهم ذاتهم يقوموا بنشاط يمكن يكون مساند لنشاطنا باعتبار الهدف واحد في النهايه هي حمايه للطفوله بصوره عامه. النشاط اللي انتم بتقوموا به هو تحت مسمى رعايه اطفال الداون، وعندكم له احتفال وبتقيموا ورش وبتحاولوا انكم تدمجوا المجتمع. خليني اسال سؤال واضح، وين دور الدوله معاكم؟ هل حصل انتم قدمتوا بروبوزر مثلا لدوله معينه للجهه المعينه المعنيه؟ هل لقيتوا رفض ولا قبول؟ حصل عملوا معاكم مشاركات قالوا لكم نحن حنستوعب فئه معينه اذا كان من مكتب العمل، اذا كان في المدارس، اذا كان وزارة التربية والتعليم؟ اضطرقتوا لأبواب؟ الآن دور الدولة مغيب تماما، غايبة عن كل الأدوار المفروض تقوم بها اجتماعيا، سواء كان على الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص أصحاب متلازمة داون. نحن في جروب بيست فريند للآن ما طرقنا باب الدولة بصورة مباشرة، لكن هي شايفة النشاط اللي بنقوم به تلغائيا. الآن نحن في ورشتنا دي بعد ما نصل لنتائج هدفنا الاساسي انه نتطرق بها كل ابواب الدوله باعتبار انه هي صاحبه الاختصاص في المقام الاول. يعني واذا وصلنا لنتائج انه ممكن ما تقوم الا تتبناها الدوله، احنا ما حنقيف، حنسعى في انه لازم نحقق اهدافنا اذا كان تحقيقها بيكون عبر الدوله. فاذا ما كان الدوله حتكون بالنسبه لنا شريك او ويناي،
فما واقفين احنا عليها، حنسعى عبر الخيرين عبر غيره عبر غيره من ابناء المجتمع السوداني الخلص، شفناهم في كثير جدا من القضايا العامه بيقيفوا براول وبعيدا من الحكومات، فنحن ما عندنا مشكله في انه نطرق باب اي انسان يحقق لنا هدفنا في الوصول للغايه اللي نحن بنسعى عليها بصورة عامة، وما عندنا جهة نحن حنستثناها، وحنطلب من أي زول ممكن يقدم لنا مساعدة إنه يساعدنا إن شاء الله. إن شاء الله. واحدة من الحاجات اللي أنتم بتقوموا بها أستاذ مجاهد، الاحتفالات دي مرهقة ماديا، يعني ما حاجة سهلة إنك تجيب قاعة وتعزم عدد هائل من الناس والمتوقعين وتعمل دعوات، وحتى الأوراق اللي أنتم بتطبعوا عليها كل الحاجات دي بقروش، وأنتم شباب متطوعين من نفسكم، منو اللي بيساعدكم؟ ما في جهات بتقدم لكم دعم مالي عشان أنتم تقوموا بالحاجات اللي أنتم بتعملوا فيها دي؟ الدعم المالي في كل السنوات الماضية بصورة مباشرة بيقوم باشتراكات من أعضاء الجروب بصورة مباشرة، والآن لحد اللحظة نحن بنتكلم فيها على الهواء مباشرة دي، ما في جهة معينة قدمت لنا دعم، ولا إذا كانت خاصة أو لا مؤسسة عامة، فكل اللي بنقوم به والآن هو من جيوبنا نحن فقط كأعضاء الجروب، وبنسعى في أنه نكمل بالرغم من كل الصعوبات. يمكن في ناس صالة غرطبة بيعملوا لنا التخفيض، برنامجنا الاحتفالي بنعمل عندهم، في يمكن دي 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 يمكن واحد بس يعني نموذج، لكن ما كان في ثاني اي جهه دعم لنا، اذا كان جهه حكوميه او جهه خاصه، فبالتالي برامجنا كلها بتقوم على الاشتراكات. توجه مباشرة. رسائل انت الان مباشر عبر صباح الشروق لمنو من الناس اللي ممكن يدعموكم ويقفوا معاكم؟ احنا بنوجه رسائلنا اول حاجه للمؤسسات الحكوميه بصوره عامه، لان هي صاحبه الاختصاص في المقاوله المفترض تقوم بواجبها، ونحن الان بنقوم بواجبها نيابه عنها، فبنطلب منها ان هي تسعى في انها تصل لنا بانها تقدم الدعم المطلوب وتقيف معانا في تحقيق اهدافنا. الجهات الخاصه يمكن اذا كانت عندها باب الرعايه الاجتماعيه فيها او الدعم الاجتماعي، فنحن ما عندنا مانع في انه احنا نستقبل اذا كانت هي عايزه تقوم بدعم يليق بالبرنامج بتاعنا وما يتعارض مع اهدافنا، بحيث انه احنا وعدنا للاسر ما حنستخدم اطفالهم ديل في اي اعلان ولا في اي تحقيق اي مكاسب تجاريه، فبالتالي اذا في جهه عايزه تقدم لنا من غير ما نعلن عنها ما عندنا احنا مانع في كده. يمكن ده هدفنا الاساسي في الجروب، لانه ديل اطفال شريحه ضعيفه، شريحه يعني هي صاحبه متلازمه، فمن غير الاخلاق احنا نتم استخدامهم في ترويج اعلاني او كذا او كذا، فده نحن يمكن يكون شرطنا كان مع المعاهد كلها اللي وفرت لنا جزء من الحضور. نحن والله نتمنى لكم التوفيق والنجاح، والعمل اللي انتم بتعملوه هو انا قاعد اقول دائما هو عمل دوله، لكن بما انه الشباب هو قادر انه يعمل، والشاب السوداني بطبعه انه مبادر وقادر يقود مبادرات كبيره جدا، فلكم التحيه ولكل الشباب اللي معاك رساله ممكن توصلها لكل الطوعيين والخيرين والشباب وحتى الاسر اللي بتتابعنا الان، اي زول عنده واحد من اطفال الداون طريقه الاهتمام بهم. رسالتنا لهم انه في المقام الاول الاسر هي اساس كل شيء، يا ريت كل اسره تكون عندها طفل داون تهتم به، تكون حريصه على تعليمه، تكون حريصه على دمجه في المجتمع، ما نستعر منه ولا نوصفه بالالفاظ الغير لائقه. المجتمع بصوره عامه يجب انه يكون رؤوف رحيم بالاطفال اصحاب متلازمه داون. اصدقائنا وزملائنا في الجروب في العمل الطوعي بصوره عامه لهم كل الشكر والتقدير، نتمنى انه يقدموا اكثر في الفتره الجايه، اي صح الوضع صعب والناس مضغوطه، لكن برضو اي انسان في مساحته يقدم، واي انسان في مساحته انه صحيح يقوم بعمل طوعي ويبادر. يمكن شفنا في حاجات كثيره من ضمنها كان العمل بتاع المناجل وغيره وغيره، فكانوا موجودين، وان شاء الله ربنا يوفقنا ويوفقكم ومشكورين. والله لكم التحيه في عمل الخير اللي انتم بتقدموه، ونحن بنتمنى لكم ان شاء الله تنظيم ورشه عمل نحو رعايه متكامله ودمج اطفال داون في المجتمع. شكرا استاذ مجاهد عثمان عضو مجموعه بيست فريند، شاكرين ومقدرين لك. شكرا لك، وشكرا لكل المتابعين اللي حضرونا الان، شكرا لكم. شكرا للفقره دي، وكل الشباب اللي بيقوموا بالاعمال اللي هي بتكون صعبة، لكن هم حاسين ده واجبهم تجاه الوطن، واجبهم تجاه نفسهم كإنسانية عشان ما يقدموا الأعمال الخيرية. شكرا جميلا لهم.